مشاهدينا الكرام، لفتح ملف نهب أموال العراق وفساد السياسات المالية وانعدام الرقابة ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، حياكم الله دكتور. وعبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي والعراقي الدكتور سناء عبد القادر، حياكم الله دكتور سناء. أهلا ومرحبا. بداية أبدأ معك دكتور جاسم، السوداني أقر بأن المبالغ المسروقة ضمن سرقة القرن لا يمكن حصرها، في حين هناك جهات سياسية تتحدث عن أن ما تم استرداده هو جزء كبير من الأموال المنهوبة. هناك عدم فهم بالتصريحات أو لا نستطيع أن نفهم ما الهدف من هذه التصريحات، بما تفسر هذا التناقض؟ نعم، شكرا لكم. أعتقد أن الفساد مصطلح يعني غير واضح المعالم بالنسبة للشعب العراقي. الفساد هو فساد سياسي واجتماعي واقتصادي وإداري وثقافي ورياضي، نعم. كل قطاعات الحياة في الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى اليوم كان فيها مع الأسف فساد واضح، لكن بعد عام 2003 برز بشكل كبير هذا الفساد. يعني الكثير من دول العالم تعاني من هذه الحالة، لكن يبقى الأمر بمعدلات مقبولة أحيانا وأحيانا بمعدلات غير يعني معقولة بشكل كامل، كما هو الحالة العراقية بعد عام 2003. الفساد يعني اللي نحب نتحدث عنه اليوم هو كما تعلم نوعان، النوع المالي والإداري. المالي معروف وهو يعني عدم يعني أو استغلال المال العام من قبل المتنفذين المسؤولين غير المسؤولين وهكذا. الإداري يمكن أن نقول هو داخل العراق وخارجي. الداخلي هو الذي يكون ضمن قطاعات الدولة التي تسمى القطاع العام، نعم. وحتى ضمن القطاع الخاص على اعتبار أنه لا يمكن تمشية أي معاملة دون أن تقدم رشاوى لهذا الطرف أو ذاك، تمام. في الخارج أيضا هنالك فساد مالي وإداري، وبالذات الإداري. نحن نتحدث عن ظاهرة غريبة في الحالة العراقية في غالبية القطاعات. طيب في الخارج نتحدث عن الجوانب المتعلقة بوزارة الخارجية أم بالاستثمارات بشكل لا عام؟ لا، أنا أتحدث عن نظرة العراقيين للفساد. يعني صار الفساد مع الأسف هو جزء من غالبية الكيانات، لا أقول جميعها. تمام. هذا إشكالية كبرى، بالتالي بدأنا نتعايش مع الفساد. يعني مثلا في المؤسسات تجد يعني المسؤول الفلاني كما هو الحال في الدولة يأتي بأقاربه، يأتي بعلاقاته، يوضع الخائن بدل الأمين، يوضع يعني عديم الكفاءة بدل صاحب، نعم. وبالتالي هذه الإشكاليات، هذه التناقضات، حينما يوضع الخائن بدل الأمين والضعيف بدل القوي، نعم. والقادر بدل غير قادر وهكذا، هذه التناقضات كلها هي نوع من الفساد المالي والإداري، وبالتالي نحن نتحدث عن كارثة بدأنا نتعايش معها بل نطبقها في غالبية حتى المؤسسات التي ترفض الفساد يعني الحكومي تجبر عليه، نعم. ولا أقول كلها، لا، أنا أتحدث عن غالبية بسبب أننا نتحدث عن استقبال شعبي لحالة الفساد. وحينما تتحدث الحكومة، حينما قال رئيس الحكومة أنه هذه الأموال لا يمكن حصرها، هو كان صادقا بشكل كبير، لأن وزير النفط السابق عصام الشلبي ذكر في مقابلة قبل أيام أنه النفط العراقي بعد عام 2003 الأموال هي تريليون و310 مليار دولار، صحيح، بينما العراق منذ أن اكتشف النفط إلى عام 2003 كل واردات الدولة العراقية هي 283 مليار دولار. تخيل الرقم، نعم. تريليون و310 مقابل دكتور 200 هناك، نعم. هذه الجزئية يعني تحدث البعض وقال بأنه الفترات الزمنية التي مرت على العراق كانت فيها قيمة الدولار وتأثيرها من ناحية مرور السنوات الآن يعني مختلفة. مثلا احنا نتكلم عن تريليون و300 مليار دولار، في حين ال 200 مليار دولار في تلك الحقبة، تمام، كانت قيمتها تختلف. مع ذلك رئيس الجمهورية يعني الأسبق برهم صالح قال انه العراق يعني نهب منه ما يقارب 350 مليار ذكر، نعم. منها 150 مليار هربت الى خارج العراق، صحيح. تخيل هذا الرقم، هو موازنة الأردن لأربع سنوات، صحيح. 150 مليار هي موازنة الأردن
التي يذهب العراقي للاستطباب في الأردن وهو منبهر بما موجود بالأردن من يعني ترتيب ونظام يعني إداري متميز. كل هذه الحالة يعني تؤكد غياب المراقبة الحكومية والقبول الشعبي مع الأسف لحالة الفساد. طيب أعود لحضرتك بعد قليل للدكتور جاسم. دكتور سناء، قال محمد الشيع السوداني بأن الأموال لا يمكن حصرها، لكن تؤكد جهات داخل الحكومة بأن الأموال لا تقل عن 5 مليارات دولار بالنسبة لسرقة القرن. من الذي يمكن أن يحصر الأموال المنهوبة التي خرجت ونهبت وسرقت من العراق منذ 2003 إلى اليوم؟ في البداية أحييك وأحيي دكتور جاسم ضيفك الكريم وجمهور قناة الرافدين الفضائية. أهلا وسهلا. من الصعوبة بمكان تحديد مبلغ معين لهذه الأموال المنهوبة. لماذا؟ لأنه لا توجد عندنا إحصائيات مضبوطة، لا من وزارة التخطيط ولا من وزارات أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى، الفساد الذي نخر كل دوائر الدولة والمحاصصة الطائفية والاستشراء في شراء الذمم من الموظفين، أصغر موظف إلى آخر إلى أكبر موظف إلى وزير، أثر على عملية الصدق في طرح البيانات والإحصائيات. لذلك أنت لا ترى يعني صدق في هذه الأرقام. لماذا؟ لأنه كل مسؤول سوف يعكس مصلحته في هذه الأرقام. قسم يقول لك 500 مليار دولار، قسم يقول لك 1.5 مليار وإلى آخره وإلى آخره. هذه مشكلة إحنا عندنا الآن في العراق. لماذا؟ لأنه هو هذا السبب أنه أدى إلى أنه العراق يدور في فلك هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية. يعني هناك مسخ للعلاقات الاجتماعية موجودة داخل المجتمع العراقي، وهذا نحن نلمسها منذ 2003 ولحدنا، كلها بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق مع الأسف طبعا. لذلك يعني الصدق في الحصول على بيانات صعوبة جدا بمكان. دكتور سناء، طبعا التقارير تتحدث عن أن سرقة القرن كانت عملية معقدة للغاية. هل يعقل بأنها مرت مرور الكرام دون أن تمر على الجهات الرسمية، دون أن يلاحظوها؟ الرقم ليس رقما قليلا، نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 5 مليارات دولار كما تذكر المصادر داخل الحكومة. بدون شك هناك حتما اتفاق بين عدة جهات سياسية وعدة جهات إدارية لسرقة هذا المبلغ الضخم. ليس من السهولة فيما إذا لم يكن هناك اتفاق. يعني هل بإمكان أي شخص مهما كان هو موظف أنه لوحده يقوم بسرقة هذه الأمانات وهذا المبلغ الضخم؟ حتما أكون هناك تواطؤ، حتما أكون هناك مخطط لسرقة هذا المبلغ الضخم ومن ثم الخروج به خارج العراق، أو من ثم تم القبض عليه وتسليم قسم من عنده، وأين أين القسم الآخر؟ عملية استدعاء، نجي على مزاد العملة، هي هاي نال المشكلة الطامة الكبرى في العراق، هو هذا مزاد العملة أو نافذة العملة. هذا طبعا سبب لنا مشاكل اقتصادية، خروج العملة من العراق. لماذا؟ لأنه لا توجد هناك رقابة على التحويل الخارجي أو مديرة الرقابة على التحويل الخارجي. حينما كانت هذه المديرية موجودة في العهود السابقة كان لا يمر أي مبلغ إلا من خلال هذه المديرية من بعد أن تقوم بتمحيصي وتثبيتي ولماذا هذا المبلغ يسحب أو مثلا يرسل إلى الخارج من أجل استيراد، فرضا استيراد مثلا بضائع، استيراد مثلا آلات، مكائن، إلى آخره إلى آخره، معامل. وهذه المجرى عندنا ميزان مدفوعات يجب أن يدخل به كل شيء. هذا ما موجود عندنا إحنا. أين هو ميزان مدفوعات العراق؟ لا يوجد. طيب هل سمعت اليوم في الأيام أنه البنك المركزي العراقي أو غيره طرح ميزان مدفوعات العراقي؟ أبدا لا يوجد. هذه كارثة. أعود لحضرتك بعد قليل دكتور سناء. دكتور جاسم، بعد سرقة القرن تشكلت لجنة لمتابعة حيثيات هذه القضية، من ضمن الأعضاء حنان الفتلاوي، خرجت بتغريدة قبل يومين تتحدث أين نور زهير.
إذا كانت هي عضو لجنة لمتابعة هذه القضية ولا تعلم أين نور زهير، من الذي سيعلم؟ لماذا لا نقول أين العراق؟ يعني هو القضية قضية كبيرة معقدة، هي ليست صفقة سرقة قرن، هي لا تمثل 2% من مجموع المسروق من العراق. صحيح. فكيف يقال صفقة قرن؟ من الذي سرق بقية الأموال؟ اليوم السرقات على عينك يا تاجر، يعني ما يمكن أن أخفائها. مثلا خذ على سبيل المثال دكتور بالجامعة بعقد راتبه بالكثير 500,000 اللي هي تقارب 400 دولار، عضو بمجلس النواب ربما لا يحمل الشهادة البكالوريوس، راتبه المحدد 8,250 دولار، عدا الحمايات، عدا النثرية، عدا المخصصات الأخرى، عدا العلاج، عدا عدا، هذه أموال يعني تنهب. يعني النائب الواحد يعدل عشرات الدكاترة الذين يعني أرهقوا أنفسهم عمرهم من أجل التحصيل الدراسي، هذا كل سرقات تجري أمام العين. يعني اليوم مثلا يعني رأيت صور للعشرات من الذين تم تثبيتهم بالعقود بوزارة التربية، يعني احنا نأمل الخير للجميع. صحيح. لكن ثق بالله، القضية هي قضية حتى فتات المائدة لا يعطى اليوم للشعب العراقي. حتى فتات، يعني رئيس جمهورية يخدم العراق بين هلالين لأربع سنوات، راتبه التقاعدي 40 مليون. أصلا له راتب تقاعدي، هي الفكرة. نعم، 40 مليون خلال 4 سنوات، ما الذي فعله العراق؟ القضية يعني مربكة، القضية بحاجة إلى هزة للشعب وليس للحكومة. طيب، هذه الهزة هي التي تبين حقيقة أين ذهب نور زهير. نور زهير لا يمثل 1%، هذا 1% لا يمثله نور زهير بهذه المعادلة. نور زهير ربما كان يعني ضحية بين قوسين، بعد أن اختلفوا على قضية ما تم التضحية بنور صبري، حينما ربما هدد فلان وفلان تم الترتيب قضية أنه يخرج من السجن لمدة 2 أسبوع على أن يعيد بعدها الأموال. ألم يفكروا بأنه ربما يتم اغتيال نور زهير، ربما يتم يعني هروبه إلى الخارج، وعليه القضية مدروسة. لماذا لم يعد نور زهير إلى المعتقل بعد 2 أسبوع؟ وأين هي الأموال؟ لا نريد أموال. لماذا؟ القضية مربكة، لم تطبق عليه العدالة. نعم، بشكل صحيح. وبالتالي الأمر واضح، والشعب العراقي واضح يرى كل شيء. نعم. والنتيجة صمت مطبق. طيب دكتور سناء، هناك دعوات لاستجواب محمد الشاع السوداني في البرلمان بسبب الأزمة الاقتصادية، انخفاض قيمة الدينار العراقي وهذه البلبلة الحاصلة الآن في الشارع العراقي. هل باستجوابه ستحل الأزمة؟ هل سيؤثر استجواب محمد الشيع السوداني من عدمه على الوضع الاقتصادي في العراق؟ الجواب أنه محمد الشيع السوداني هو جزء من هذه المنظومة السياسية. حتى لو تم استجوابه في البرلمان، محمد الشيع السوداني لا هو الأول ولا هو الأخير، قبله تم استجواب كثير من القادة السياسيين. نعم. في العراق بالسنوات السابقة، وماذا حصلنا؟ لم نحصل على أي شيء. هل تم استجواب نور المالكي وغيره؟ لا طبعا. فهذا احنا علينا ان نحلل المنظومه السياسيه بالعراق. استجوب كما شئت، لكن الفساد ناخر المجتمع العراقي. الازمه الاقتصاديه ضاربه بكل قطاعات اقتصاد الوطن العراقي. هذه الاستجواب لا يحل هذه المشكله، وانما يحل جزء بسيط من عندها. ابدا، عندنا احنا مشكله متراكمه قديمه لمده حوالي 20 سنة. انت شو قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي محطمه كلها، لا يوجد قطاع يعني جيد واقف على رجليه، ولا ما كله عباره استيراد من الخارج. شوف العمله الصعبه اللي تطلع من العراق الان لتمويل ايران. يعني هذه النقطه دكتور سناء، بالنسبه لانخفاض قيمه الدينار، هل هي فعلا عن طريق
كما يروج له من قبل هذه الأحزاب مؤامرة من البنك الفيدرالي الأمريكي، أم أنه كما تفضلت بسبب تهريب العملة إلى الخارج؟ بسبب تهريب العملة إلى الخارج. الخزانة الأمريكية قبل فترة حذرت 14 مصرف خاص بالعراق، لأنه هو الذي يقوم بتلاعب العملة، يعني أخذها شراءها من مزاد العملة أو من نافذة العملة وتصديرها إلى إيران لحل الأزمة الاقتصادية في إيران وتمويل مشاريع في إيران. العراق يساهم في حل الأزمة الاقتصادية في إيران، يسواد عيون إيران. هاي الكارثة. أرجو حضرتك تبقى معي دكتور سناء. دكتور جاسم، إلى متى يبقى العراقيون يعانون من نظريات المؤامرة؟ كل ما يصير مشكلة المؤامرة هي السبب، تمنعنا من البناء، تمنعنا من تحارب الاقتصاد العراقي، واليوم مؤامرة أمريكية لخفض قيمة الدينار. بالأمس يعني المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قال إنه القضية قضية فنية، وبعد ذلك يقولون هو هنالك مؤامرة على العراق. القضية البنك الفيدرالي الأمريكي يعني لاحظ، لا أدري هل كانوا في غيبوبة وكأنهم انتبهوا مؤخرا وجود فساد مالي وإداري في العراق. هذا الأمر أثر على يعني تدفق الدولار في العراق، والبنوك المغلقة أيضا اللي أشرت، هذه كلها أثر على تدفق الدولار وبالنتيجة ارتفع الدولار. إن بقي هذا الأمر أعتقد أن الدولار سيرتفع إلى أكثر من 175 ألف دينار. لكن الشيء المؤلم أننا نلاحظ أن غالبية التجار يرفعون أسعارهم على الأخبار، وكأن الأمر يعني متعلق بالدولار لحظة بلحظة، وبالتالي يفترض أن تكون هنالك رحمة من قبل التجار للفقراء. نحن نتحدث عن 10 مليون فقير بالعراق. يفترض أن تكون هنالك تدرج في رفع الأسعار، يعني هو التاجر ربما أحيانا مجبر على رفع الأسعار بسبب أنه يشتري بالدولار، لكن الرحمة مطلوبة طالما نحن في مرحلة غير طبيعية، ربما هي مرحلة شاذة. نأمل أن تنتهي هذه قضية المؤامرة، ويفترض أن ننتبه إلى المؤامرة الكبرى على العراق، المؤامرة التي قادت العراق إلى هذا الحال منذ أكثر من عقدين، ونحن نتحدث خارجية. هي خارجية وأذرعها داخلية، وبالتالي حين أكثر من عقدين هم استلموا الحكم، أمريكا جاءت بهم وعطتهم كل ما تمتلك من قدرات مالية وسياسية ودبلوماسية، ومع ذلك حتى قبل أيام كانوا يتكلمون عن النظام السابق. نحن لسنا من أباثيين، لكن أين أنتم؟ أنتم تمتلكون الدولة، تمتلكون السلطة، تمتلكون القانون، تمتلكون كل ما موجود في داخل العراق وخارجه. أين نجاحكم؟ الدول لديها خطط خمسية، كل 5 سنوات لديها خطة. أين خطط الدولة العراقية منذ عام 2005 لنترك 2003 و2004؟ نتحدث من 2005، أين الخطط؟ هم يقولون نحن استلمنا دولة مرهقة، تمام، أول 5 سنوات دولة مرهقة، ثاني 5 سنوات دولة مرهقة، ثالث 5، لدينا الخمسة الأخيرة، أين أنتم؟ وبالتالي هنالك مؤامرة على العراق. هذه المؤامرة لا يمكن أن تنتهي إلا بصحوة الشعب العراقي. ربما يجيبك هادي العامري بالقول إن من منعنا من البناء هم أعداء الحسين. أنا لا أتكلم عن قضية العامري، أنا أتكلم عن العراق. نهج فكر دكتور، يسيرون الشارع على هذه الطريقة. الفكر ذكرت قبل 3 أيام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا يمكن لشعب أن يحصل على الحرية والرفاهية. الثورات في كل عالم لم تكن بالمجان، وحينما نقرأ الثورة الفرنسية على سبيل المثال نجد أنها استمرت عدة سنوات ودفعت يعني آلاف الضحايا من أجل نشر الديمقراطية في فرنسا. وهذا الأمر يعني نحن نريد حياة رغيدة، نريد حياة آمنة، نريد دولة
لكن بدون تضحيات، وهذا الأمر لا يمكن. إما أن نقبل ونسكت وهذا الأمر غريب، وإما أن نعمل كل من موقعه على محاربة الفساد. الموظف في دائرته لا يقبل الرشوة، المواطن لا يعطي الرشوة حتى وإن تأخرت معاملته عليه. اليوم أنا ذكرت في أكثر من مرة من منبر الرافدين على أننا نملك اليوم الموبايلات والتي يمكن من خلالها تصوير أي موظف يحاول أخذ رشوة من مواطن. لنعمل جميعا أنا وجنابك وكل مواطن بالعراق على محاربة الفساد المالي والإداري، وإلا فلا يمكن أن تعالج هذه القضية. القضية بدأت مثل السرطان تنتشر في جسد الدولة العراقية، لا يمكن أن تنتهي إلا بعلاج شعبي، طالما أن الحكومة مع الأسف عاجزة عن إيجاد الحلول الجذرية. دكتور سناء، في دقيقة لو سمحت، لأن الوقت داهمنا. الفساد متجذر الآن في مفاصل الدولة، وكما استمعت إلى حديث دكتور جاسم يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي في سبيل محاربة الفساد، لكن هل يمكن تطبيق هذه النظريات وأنت ترى بأن هناك بلدا فاسدا من رأس الهرم إلى أصغر موظف داخل الدولة؟ من الواجب تطبيق هذه النظريات، وإلا سوف العراق يتدهور نحو الهاوية بعد أكثر. شايف كيف؟ يعني من الضروري أن نحن يجب أن نقوم بانتفاضة، ثورة عارمة امتدادا لانتفاضة 2019، وهذه مسألة مهمة. لأنه الإحباط صح، والشعب العراقي يعني فئات كثيرة من العالم يقول لك إحنا إيش علينا، إحنا ملينا، إحنا يعني محبطين، هذا من جهة، لكن من جهة ثانية لا، شوف الآن يعني الانتفاضات موجودة في كل مدينة العراق وصل الجنوب، وانت شوف هسه هاي الآن المظاهرات اللي خرجت في بغداد وفي كافة محافظات العراق من أجل تثبيت الموظفين وإلى آخره. والمحاضرين المجانيين والمجرى، يعني غريب هاي المصطلحات الآن، أول مرة أسمعها في حياتي. محاضر مجاني، على أي أساس أنا محاضر مجاني؟ يعني ليش؟ يعني كيف أعيش أنا؟ ولماذا؟ سنتين وثلاثة وأربع سنوات هو يحاضر بشكل مجاني، طيب وين متى؟ لماذا لا تعينه؟ دكتور سناء، أنا وزارة التربية احنا بحاجة إلى مدرسين ومعلمين، طيب عينهم يا أخي. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سناء، وأعتذر من حضرتك طبعا بسبب ضيق الوقت. الخبير الاقتصادي العراقي كنت معنا عبر سكايب من أوسلو، وأيضا شكر موصول لدكتور جاسم الشمري الباحث السياسي معنا في الاستوديو.